عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة عن الشاشة الاندرويد. الفيديو ده خاص بالسوفت وير الخاص بالجهاز التي 3 ال تابع لشركة اتش اس اتش اللي هو اصدار شهر 1/2024 تي 3 ال بيج. تمام، بيج بمعنى ان هو بينزل من وراء صفين مداخل مش صف واحد. الاصدار الجهاز من السيستم اباوت ديفايس هتلاقي هنا مكتوب 2023 مثلا. الجهاز بينزل رام 2 ذاكرة 32. الفيديو ده خاص بالسوفت وير بتاع الجهاز. في حالة ان انا مثلا كنت عايز عندي مشكلة في سيستم التشغيل وبيجيب معايا رسائل او اخطاء في التشغيل، تمام، السوفت وير هتلاقيه في لينكات متاحة اسفل الفيديو على لينكات ميديا فاير بتحميل تلقائي من غير اي حاجة. تمام، واشرح لك في الفيديو ده طريقة التثبيت. اولا ده الجهاز وعرفناه. تمام، ما ينفعش انت تستعمل السوفت وير على اي جهاز اصدار تاني سواء من شركه اتش اس اتش او شركه تانية. السوفت وير ده مخصص للاصدار ده فقط. اولا انت بتستعمل فلاشه في السوفت وير هنا. تمام، الملفات اللي على الفلاشه دي هسيبها لك في لينكات تقدر تحملها. طب الفلاشه ذات نفسها عليها ملفات شكلها عامل ازاي؟ الملفات اللي على الفلاشه اولا هتفتح بعد الداونلود طبعا هتلاقي الملف هنا مكتوب عليه 21/2/2024. تمام، كليك عليه كده 7Z مثلا هتلاقي التطبيق ده موجود في على جوجل اقدر انزله. وبعد ال 7Z هعمل ايه؟ استخراج الملفات. تمام، هتلاقي الملف هنا مكتوب عليه سيمي ده اخره 2024. منظر الملفات جوه الفلاشه المنظر ده كده، يعني الملفات دي بس اللي على الفلاشه بدون فولدر بدون اي حاجه. عاد الملفات 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 اشياء، 8 ملفات دولت لازم يبقوا على الفلاشه بدون فولدر. تمام، نرجع تاني للجهاز. ركبت طبعا اليو اس بي على الاربع طرف، هضغط سيتنج واجيب كار سيتنج، اجيب سيستم ابديت، اعلم على اليو اس بي. ظهر معايا الرسالة دي كده، ممنوع عليك تفصل كونتاكت العربية، ممنوع عليك تقطع الكهرباء عن الجهاز، ممنوع عليك ان انت تشيل الفلاشة. تمام، الجهاز هيبتدي يثبت الملفات ويرجع لك تاني. هسيب الكاميرا مع الجهاز وهيحاول اجري الفيديو بحيث ان هو ايه ما يبقاش طويل شوية. كده خلاص بعد ما نزلت السوفت وير دي الواجهه اللي هتظهر معايا. الفلاشه دورها انتهى هنا اللي فيها ملف السوفت وير. لو فتحت السيتنج بتاعت الجهاز جبت اباوت ديفايس او سيستم، الجهاز معايا هنا بقى نفس الاسم اللي كان على الفلاشه 21/2/2024. تمام، كده خلصت اول خطوه اللي هي السوفت وير. تمام، في حاله ان الجهاز كان ميت معاك لوجو استعمل نفس السوفت وير بنفس الطريقه بتاعت الشرح مع اضافه خطوه واحده زياده. هلمس سلك الكي 1 او تحكم الطارة رقم 1 للسلك الارضي اثناء اقلاع الجهاز. تمام، بنفس الطريقه نفس الفلاشه ونفس كل حاجه. كل اللي عليك ان انت مثلا وليكن الجهاز سلك الكي 1 بتاع تحكم الطارة، انا فصلت عن الجهاز كهربا خالص، هوريك المنظر العام بيبقى عامل ازاي. طبعا بتكون مركب الفلاشه قبل ما توصل كهربا. هبتدي اوصل كهربا هنا، انا خالع الفلاشه عندي عشان مش عايز السوفت وير ينزل تاني. فتح القايمه دي هوريها لك تاني. ثانيه واحده ما تظهرش بسهوله، لازم تتاكد ان الكي 1 واخد طرف ارضي. ستارت ابديت ستارت، شوف ده هيخش على سيستم الفلاشه على طول ويبتدي ياخد الاس سوفت وير لو الجهاز مات معاك لوجو. نرجع للايه، لحاجه ممكن اتاكد منها من اصدار البورده اللي هي صوره البورده ذات نفسها.
هسيب لك لينك فيه صورة البوردة عشان انت ما تغلطش وتستعمل سوفت وير على بوردة تانية. تمام، دي صورة البوردة، وهسيب لك لينك للصورة. نرجع للخطوة رقم 2 على الجهاز. خطوة رقم 2 على الجهاز ان انا هبتدي اثبت الكار بلاي. سيب لك لينك فيه اصدار الكار بلاي. العلامة الحمراء دي لو ظهرت معاك عادي، شيل الفلاش، شيل الفيشة وركبها تاني، او اقفل الكونتاك وافتحه، او اعمل ريسيت من القائمة المنسدلة اللي فوق. تاني حاجة هبتدي اثبتها على الجهاز اللي هو ملف اللوجو وملف الكار بلاي. تمام، طبعا فلاشة، هسيب لك لينكات اسفل الفيديو تنزل من عليها الكلام ده كله. نبتدي بأول حاجة، البريستات معايا هتفصل. تمام، فهستعملها في التحكم. هبتدي اخش على كار سيتنج كسترا، باسورد من 1 لـ6، كونفيرم، هجيب تاتش اريا كي، هفتح البوزيشن، اتاكد ان معايا البوزيشن ليفت اند رايت تي ار، ليفت اند رايت تي ار. تمام، اضغط ستارت كلير. اول زرار معايا باور، تاني زرار معايا هوم، تالت زرار افتح الايقونه واختار باك فوليوم، فوليوم ناقص. تمام، اند كده الزراير البريستات مهما فصلت كهربا مش هتفصل معايا. نرجع تاني تالت خطوة، ملف اللوجو. تمام، ركبت الفلاشة اللي فيها ملف اللوجو، طبعا مفكوك الضغط بتاعه. تمام، هفتح تطبيق الفايل مانجر اللي هو ده كده بالمنظر ده، فايل مانجر، هخش على اليو اس بي، هاخد فولدر اللوجو كوبي، اعلم عليه، اضغط علامة تحت كده، اخش على الفلاش، هيبتدي يعمل معايا نقل ملف اللوجو. يبقى انا كده معايا اول خطوه سوفت وير. تمام، تاني خطوه ضبط بريسات، تالت خطوه اللي هو اللوجو عشان يظهر معايا على السيستم، رابع خطوه تثبيت الكار بلاي، وبس خلاص. الكار بلاي طبعا بعد التثبيت بتبتدي تفتح له انترنت بحيث ان هو ياخد الملفات التعريفيه بتاعته اونلاين. تمام كده اللوجو نزل معايا. اخش على الخطوة اللي بعدها، التي لينك او الزد لينك ايا كان، سواء هتثبته من فايل مانجر او هتثبته من التطبيق التاني اللي هو الراجل الاخضر ده اللي هو الاي بي كي انستولر. لازم اتاكد بعد في اثناء التثبيت ان هو يكتب لي دان او اي بي كي انستول. تمام، تم التثبيت، هضغط دان. تمام، في طريقة تانية للتثبيت برضو، ان انا ممكن اخش عن طريق اللي هو الاي بي كده. تمام، واعلم على علامة اليو اس بي واختار الملف واثبت. بس كده بقى انا البريستات اشتغلت، الكار بلاي معايا شغال وظهر معايا، اللوجو معايا شغال. ودي كانت خطوات ثابتة في الجهاز اللي هو تسري ايه البيج، بحيث ان انا لو ظهر معايا مشكلة رسالة توقف النظام عن العمل، او في مشاكل تانية في النظام، في تهنيج، في الكلام ده كله، ممكن اقدر اثبت اصلحها عن طريق السوفت وير اللي هو بالفلاش. تمام، اللينكات اسفل الفيديو، اعمل لها داونلود وهتفك الضغط بتاع برنامج 7 زد وين رير ايا كان البرنامج اللي انت بتستعمله عندك.